السلام عليكم. مكناس اليوم الأربعاء، هذه 7:22 23 دقيقة. شوفوا فين وصلوا بلي بوطو، هما وصلوا لهنا، ما زادوش على البارح، صورتهم في العشية هنا، آخر واحد هنا يا قدام توين، على اليمين لا، على اليمين ما كاينينش. أخت نادية كانت لاحظت واحد الملاحظة في هاد لي بوطو، كاينين شي وحدين ما دايرين لهمش الطرابش، هذا هو اللي ما كاين في الامر، ولكن دابا بانوا لي هادو كلهم بالطرابش ديالهم ذهبين. لا، هذا اللي حضر الراجل هو ما فيهش الشابو، واحد الكابيشون من الفوق، كاين جوج ديال الخلخال، جوج مذهبين، دايرين لهم جوج مذهبين. كاينين شي وحدين مازال ما داروا لهم هذاك الخلخال، هذاك ساهل تيهبط من الفوق، تيزلقوه تيقبط بلاصتو. شو سوق الأربعاء، سوق الأربعاء نتاع مكناس، سوق الأغنام. حرارة 22 درجة، شارع فريد الأنصاري. صورت البارحة فاش يخرج من هذاك القادوس، تخرج منه الدخان، معرف منين جاي، واش بخار واش دخان. البارح جيت باب جديد وجيت دار الضبع سوق الجميليه اجلال، كاينين الناس اللي ما عجبهمش الحال، كاين اللي ما عجبهمش ديك المناظر، كاين اللي تيقول لك كتصور هي حمريه وما كتصورش البلايص اللي هذا، كاين اللي تيقول كل احد اش جاي، بنادم ما مقادش في انا كنصور بلا مونتاج بلا زواق بلا داكشي اللي كنصور مكناس كنصور الطريق ديالي. كاين اللي مشاو تيقارنو كاع مكناس مع أكادير مع مراكش، مراكش مروجة سياحيا داخلة الفلوس، داخلة أكادير عندها البحر عندها الميناء عندها السياحة عندها لي زوطيل، مراكش عندو لي زوطيل، مراكش عايش هي بالسياحة، تيدخل الفلوس مجهدة بالسياحة، الناس خدامين اللي ملقى ما يدير مشي يخدم السياحة. يعني مروجة القضية، عندهم فلوسهم، كناس ما عندوش. كاين ميزانية اللي كترصد من الفوق كتعطي للمدن، كناس تيجي داك الشيء بسيط. بحال الشمال يعني واخا ما عندوش شي مداخل، يعني اللي يمكننا نقارنوها مع مراكش ومع أكادير، ولكن تعطات له
عطات له فلوس باش تخدم وتقاد. اما تحيدوا التراب، التراب الخايب، التراب ذاك الابيض اللي حفروا في الحفاري كيحيدوه، لحقاش عمروا دوك الحفاري بالتراب احمر، جابوا التراب احمر. مكناس هو شارع محمد السادس، نورمالمون كان خاصو يبدا في 2024، مازال ما بداش حيت ما كملاش الفلوس، مازال ما كملاش الفلوس ديالو، يمكن خاصو شي 7 المليار باقي ما وصل، ما كملاتش. تيقولوا يعني من هنا تقرب نهاية السنة غيبدا، فاش تقالت هضرة وهذا بأنه غيتخدم في 2024، يعني إلا دخلت 2025 وما بداوش فيه، يعني ولكن واخا هكاك يعني مكناس بالنسبة لهاد السنوات الأخيرة راه نسبيا يعني هذا شارع بيرانزاران، هذا راه تخدم كامل والله راضيم، حتى لوتوروت شرق مكناس، عاوتاني شارع الجيش الملكي، كاين بزاف ديال الشوارع اللي تخدمات مزيان، شارع راه خدامين في شارع فريد الأنصاري هو اللي صورنا دابا، أقربو يساليوه. الطرق المدارية يعني الطريق الوطنية رقم 6 يعني ما بين الليمون والريحان، الطريق الإقليمية 7023 اللي ما بين لوتوروت وكلية الحقوق، ما عندوش مداخيل، حتى بنادم ديالو، بنادم ديالو مكيساعدش، يحاولش ينقي، طريق الحاج قدور، هي الطريق اللي كتدينا لسوريا.